السلام عليكم، مساء الخير، صباح الخير، سا ديبون وراكم. بونسوار، بونجور، هلو، بيان انتوندو ازول. اولا حبيت نشكركم الكل، نشكركم على لي زونكوراجمون تاعكم، نشكركم على السانسيريتي تاعكم. واش نقول لكم، يعني ما عنديش كلام اللي يخليني نعبر على شعوري بالنسبه واش قلتوا لي. واش نقول لكم، يعطيكم الصحه، وحنا جينا برك نقصروا. هذا ما كان، ما يعني ما انا ماشي انسان تاع باش نقرا لكم كتابات ولا نجيب لكم جوجل ولا نجيب لكم جوز، ما لا نو، انا نجي باش عندي فكره نحب نقسمها معكم كيما راني ندير دركا، ومن بعد كل واحد يخمن كيما يحب. فوالا فوالا، دونك يعطيكم الصحه، يعطيكم الصحه، وان شاء الله طلبوا من ربي ما نغلطوش معنا الناس. و بور سا على بالي داير فيكم ثقه، على بالي بلي كاين توجور اللي يجي يقول لك يا ودي هكذا ولا هكذا، واش يعني مهم ويعلم حوايج من جهه منا ولا من جهه اخرى. يعطيكم صح. الفيديو تاع اليوم هذه خممت فيها شويه، قلت لكم انا مش انسان تاع يعني باش نجيب جوجل ونبدا نقول لكم واش كاين فيه واش ما كاش. انا كي نشوف حاجه نحب نفكر عليها بالنسبه لي وبالنسبه للمعرفه تاعي اللي نعرف، هذيك المعرفه اللي عندي شويه، وندير سكون ابل ريفليكسيون، تسمى ندير فيها تفكيره يعني، ونفكر بافكاري وبمعرفتي باش تكون عندي نظره تاعي شخصيه، ماشي نظره تاع قالوها واحد اخرين، ولا نظره شخصيه، ولا هذه النظره الشخصيه تسمى توالي مع افكار واحد اخرى. اللهم بارك، اذا ما افكار الفكره تاعي اللي نجيبها ما تجيش يعني في الحق وما تجيش يعني في الصواب، نعاود نتساءل مع نفسي ونراجع نفسي ونعاود نشوف يعني وين الغلطه، وين راهي الغلطه، وين غلطت، ولا وين يعني كيفاش يقولوا ريسير، ثم يعني نجحت في هذيك النقطه لما نجحتش. انا انسان الاول اللي ناقد نفسه، انا هو ناقد روحي دابور، انا قبل ما نشوف باش نطور ثم نروح لحاجه واحده اخرى ولا باش ننتقد انسان واحد اخر. بريمير شوز، الحاجه الاولى نبدا بروحي انا، انا ننتقد نفسي. وشحال من مره عاود تراجعت على عده افكار اللي كنت زعما كنت حاطها زعما على بالي بها بلي هذيك هي. لا نو، انسان من داك يعاود يراجع مع نفسه ويعاود يشوف، بس كل وقت يمشي والاحداث تتبدل وتتطور، فهمتوني كيفاش. على هذيك الانسان لازم دائما يقعد في التساؤل النفسي، على خاطر الانسان اللي كيما دوك مع لي ريزو سوسيو هادوما كيما انترنت فيسبوك دامنا، الناس تهضر بزاف، مي بصح كاين حاجه اللي مهمه هي المسؤوليه، مسؤوليه كبيره. كاين تقول له هكذا هذيك هي هكذاك، وهي ماشي هكذاك. والانسان اللي كان يهضر ماشي في عقله باش يغلط الناس، ماشي موحال بنيتو قال هكذا بنيتو باسكو شاف الاخر قال هذا، قال له الاخر، قال له الاخر قراها ليك والاخر قراها مليك، و على فان تغلط فيها بزاف الناس. على ذلك الانسان دائما يراجع نفسه، اولا وقبل كل شيء يراجع نفسه دابا. الانسان كي ينوض الصباح يتساءل مع نفسه، كي يرقد العشيه يتساءل مع نفسه واش دار مليح، وكي ينوض الصباح واش راح ندير مليح. انا عقليتي خاطش كل بنو ادم خطاء، فوالا هذا ما كان. لو حبيت ندير لكم هذا الفيديو هذه درتها باش كيفاش نقول لكم، نبدا بواحد الحكايه كانت تحكيها لي ما الله يرحمها، الله يوسع عليها. كانت تحكي لي دائما تحكي لي كنت صغير، وقد ما بديت نكبر قد ما بديت نتعمق في الحكايه هذيك. والحكمه تاع الحكايه هذه ساعدتني بزاف في الاوقات الصعبه اللي كانوا في حياتي. الانسان كان محتاج، كان
ما عندوش واش لازم مخصوصي كلش كيما بزاف ناس، بزاف ناس يعني كل انسان في حياته يجوز على مرحله وين يطيح ويعاود ينوض ويطيح ويعاود ينوض، وهذه هي الدنيا سي كوم سا. وهذيك الحكايه ساعدتني بزاف في هذوك المراحل اللي كنت طايح فيها، ماشي طايح في الحبس لا لا، نطيح حتى في الحياه، في مسيره الانسان في حياته دور عليه كما نقول احنا، يدور عليه الزمان، كان الفوق يولي لتحت، واللي كاين اللي مازالوا لتحت لتحت يحوس يطلعوا، هذه هي. وهاد الحكايه هذه هي حكايه واحد الانسان، الانسان هذا سي تسمى اب عنده الزوجه تاعو وعنده 3 دراري وساكن في حد يعني كيما نقولوا كوخ باللغه العربيه، ان تودي هكذا كوخ، كوخ يعني براكه وما نقولوا كيما حبيتو، في الضيق هكذا مسكين. وكان عايش في واحد الفيلاج، وعلى بالكم بكري كيفاش كانوا لي فيلاج، في كل فيلاج كانوا سكون ابل شيوخ، شيخ 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 دشره ولا شيخ، وداك الشيخ انسان تسمى هو العالم تاعهم. علاش؟ خاطرش عاش بزاف وشاف بزاف وعنده حكم اللي تعلمه في حياته، ده يعني ينصح الناس، الناس كي عندها مشكل ولا عندها تحب تفهم حاجه ولا تعرف حاجه ولا تقصد لهذا الحكيم هذا، يا تاع دسر تناش ما كبير شويه في العمر، فبزاف في العمر، يقصدوا ليه يجون عنده. قالوا هذا السيد هذا اللي عنده الزوجه تاعو 3 دراري ساكن في كوخ، قصد لهذا قصد لهذا الحكيم شيخ الدشرة هذاك، راح لعنده قالوا يا سيد الحكيم، قال له جيت لعندك على خاطرش عندي واحد المشكل عويص، عندي بروبليم، انا ما جيت عندك باش بالكش ما تعطيني نصيحه ونستفاد من التجربه تاعك. قالوا تفضل يا وليدي واش كاين؟ قال والله يا سيد الشيخ، غير قال والله غير شوف، انا الزوجه 3 دراري وني ساكن في واحد الضيق، قال له ما قدرتش خلاص، وليت ما قدرتش نتنفس خلاص بزاف، قال له عييت، قال له ما لا تقدر تلقى لي حل كيفاش نخرج من هذه الورطه هذه. تامل شويه هكذا فيه الشيخ هذاك الحكيم، خزر فيه، قال له حبيت ننصحك، قصدت عندي باش ننصحك. قال له نعم سيدي الشيخ، بيان سور جيت لعندك باش تنصحني، انت انسان تعرف وشفته. قال له ننصحك بصح تفهموا على كلمه، كي نقول لك دير حاجه ديرها، قال له ما تقوليش لا لا ولا كيفاش وعلاش، قال له كلمه واحده كي رصاص ولا خرجت ما توليش. قال سبحان الله يا سيدي الشيخ، كيفاش هذا؟ ياسر قال لي تقول لي امر طبق، ما كان والو، كلمه تاع الرجال وهذاك ناس بكري، كلمه يا حسره باش يخرج الكلمه ولا عطاها لك على باله ما يعاودش يوليش عليها، خلاص يوليش عليها. الناس اللي كان عندهم مبادئ وكان عندهم ايمان وكان عندهم، المهم هذاك موضوع اخر. قال له بون، قال له شوف كي تخرج من عندي، قال له تخرج تروح للسوق تشري معزه وتزيدها معكم. قال له اسي الشيخ هذا نشري معزه هذا؟ قال له جو با لو رابور هذا بين المعزه وانا البروبليم تاعي. قال له واش قلنا تفهمنا على كلمه واحده ما كاش ما تناقشنيش. قال له اسمح لي شوف عندك الحق. راح مسكين زوالي خرج شرى معزه زاد معزه، قال له ولي عندي سمانه من بعدها. ها يا سيدي شرى معزه وراح للسوق شرى معزه عاودوا لي عند الشيخ هذاك الحكيم. قال له الحكيم هذا قال له يا درا يا سي فلان كيفاش؟ اش من كيفاش يا سيدي الشيخ؟ كيف هذا سيدي الشيخ؟ قال له انا والمراه والدراري زيد معزه تقول لي كيفاش؟ قال له راهي الدعوه اكثر من اللي كانت. قال له شوف كي تخرج منها روح للسوق وشري معزه واحده اخرى. كيف يا سيدي؟ قال له واش ما بدينا في النقاش وكذا؟ قال اسمعني بس اسمعني. راح الزوالي على سعد وخرج وراح للمارشي وللسوق وشرى معزه دوزيام، المعزه الثانيه. سمعنا من بعد عاودوا لعند الشيخ هذا كما قالوا الشيخ، قالوا لي على سمعنا ولا؟ قالوا الشيخ هذا قالوا واش يا سي فلان كيفاش؟
قالوا واش ما سيد الشيخ خالد سيد الحاكم؟ قالوا انا خلاص اش بيت راني انا واش بيه انا الزوجه الدراري وزوج معزات. قالوا ما نقدرش يا اخي ما نقدرش، ما مدى في المعز باش خليهم برا ديرهم لي. قالوا دونك نجي ندخلهم معايا. قالوا شوف كي تخرج منها المره الثالثه، قالوا خرج منها وروح للسوق وشري معزه ثالثه. او سيد الشيخ كيف هذا دوك مانيش فاهم انا. قالوا يا فلان، قالوا ياك تفهمنا من الاول ما تقول لي ما نقول لك، وعطيتك كلمتك وخلاص. قالوا اسمح لي سيد الشيخ عندك الحق، اسمح لي راني الله غالب راني لهنا راني اسمح لي. قالوا اسمح لي صح اسمح لي اسمح لي. اخرج الزوق قالوا لي على اسم انا. لا نعم بيان سور خرج كذا شرات الثالثه مسكين على سعد وسواد السعد. اشرا راح شرا المعزه الثالثه سيدي طاق طاق ضرب سمانه عاود ولا. قالوا الحاكم هذا قال له واش سي فلان كيفاش؟ قال له ما قدرتش يا سيدي الشيخ ما قدرتش خلاص 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 انا المرات الدراري تلت معزات. قالوا ياب خلاص. قالوا ما خلاص ما نقدرش ما خلاص ما قدرتش. قال له شوف كي تخرج منا روح للسوق وبيع تلت المعزات هذوك بيعهم وسمانه من بعد عاد ولي لعندي. خرج السيد طاب راح ديك المعزات باعهم في المارشي في السوق هذاك. عاود ولا سمانه عاود ولا عند الشيخ هذاك انتقى هذاك الشيخ. قال له الحاكم قال له واش يا سي فلان كيفاش كيف الحالة؟ الحالة رحمة ربي يا سيد الشيخ رحمة ربي. قال له ما تقدرش تعرف واحد لهنا واحد راحت البال. قال له واش نقول لك راني أفرح إنسان في العالم أنا ولادي كفاني شوية دوك الوقت راني نشوف مع ولادي وكفاني الوقت نشوف مع زوجتي. قال له رحمة ربي واش بيك؟ قال له سيد الشيخ بارك الله فيك هاي المعنى معناه باللي مهما كانت الحالة تاع إنسان مهما كانت حالته عويصة محتاج كاين دائما اللي كتر منه. وساعات الإنسان السعادة راهي غير قدامه غير بين قدام يده قدام عينيه وقدام أبورتيد ما قدام يديه ويروح يحوس بعيد 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 وينسى اللي معاه. ينسى باش يقول للزوجة تاعو نحبك، ينسى باش يقول لولادو نحبكم، باش قراو في الحسابات وطلعوا حباط وندير وندير. ويا السعادة ولهنا يسون جوست تما قدامهم بصح ما يشوفهمش باسكو هما هكذا ويشوف هكذا هو. وينسى باش يعيش الوقت الحاضر تاعو ويبروفيتي من لا فامي ديالو من ولادو من عيالو من خاوتو صحابو. يعني حاجة اللي دير حيوية تاع البلاد تاع الإنسان في البلاد لاجوا الفرحة معليش وربي ما فيه غير الخير. خاطش الناس تخمم من البعيد لبعيد وتنسى واش اللي هو عندها ديجا وعندها هذا اللي خلى قال خلى ما في يدو تبع واش كاين في الغار. وباش نوصلوا للسعادة والحب انا يما الله يرحمها ماتت بورتون كنت عزيز عليها وكانت عزيزة عليا بيان سور كيما كل الامهات. سيك مالغري كنت دائما يعني معها حاجه اللي كيفاش نقولوا حاجه اللي دائما نريغريتيها على بالك راني شغل نقول يا ربي على ما قلتلهاش نحبك يا اما شخفو على ما قلتلهاش شخفو نقولها يا إما وجرت كلمة على كل حال صح بصح ما تقدرش تعرفوا شحال صافي بليزير. انا شي بير دو فامي انا وليدي كيقول لي بابا جو تام ولا بابا نحبك ولا بنتي تقول لي بابا نحبك ولا انا هو كاش نحس روحي اعظم انسان في العالم. جرت كلمة صغيرة نحبك هذاك اللي تقولها له ولا لهذيك اللي تقولها لها
وهذه وين تبدا، وين يبدا كيفاش المجتمع يبدا يطلع، يبدا هذاك الحب هذاك اللي في الاسره ديجا، في العائله في الاسره الداخل ديجا، يكون تكون عاطفه صحيحه. وديك العاطفه ماشي مخبيه تاع رجلها، ما نقولش شنو نقول انا، ما نقولش لا نو، قول كلمه سريان حبك وتحبني ديجا في العائله. ومن بعد المجتمع واش نكون بعائلات ديجا في العائله يتحبوا، ومن بعد في العائلة هذوك العائلات الاخرين يزيدوا يتحبوا بيناتهم، ومن بعد الناس تمرن على هذا الشيء. هذا احنا مازلنا احنا مازلناش. شكون اللي يقول بابا، يقول بابا نحبك بكري احنا واش بك العزمة تقول لها الشيخة، تقول لها ايضا يما نحبك، اختي خويا نحبك. نصغر لي واحد يكون صغير ويطلع تلقى هذيك العائلة منورة، اخو منورة، وعائلة زيد عائلة زيد عائلة، تلقى كاع بعد المجتمع تعرفهم، تلقى المجتمع كاع يولي يتحب. كي يتحب المجتمع بيناتو داخل الافراد تاعو كيتحابوا، يدافعوا على عقيده واحده، يدافعوا على وطن واحد، باسكو يحبوه، يحبوا الوطن، يحبوا المجتمع، يحبوا افراد المجتمع، تم تجيك لا كاش ما تمسليش بلاديهم، باسكو نحب هذا ونحب هذا ونحب هذا، وهذاك يحب دي وانا نحبه، وهذاك يحب دي وانا نحبه. لازم تربوا على هادشي، لازم تعلموا هادشي. هذا هو أساس الديمقراطية، تبدأ في قلب العائلة بالأب والابن، بالأخت والأخ، بالأم هي الركيزة تاع العائلة. ما تنساوش الالتماسات، لازم تعلموا هذا الشيء، لازم تعلموا، لازم تدخلوا في هذا الإطار. شفتوا واش صرا في الجزائر في التسعينات، واش صرا، ونعاودها ونقولها باش ما ننساوش، باش ما ننساوش يا خالتي يا خواتاتي، ما ننساوش، فو جامي اوبلي سا، ما تنساوش واش صرا وصرا. علاش باطل؟ بوريان صرا، تبدلت حتى حاجه. لو كان قال قال معليش ماتوا شهداء في سبيل الشغل كما نقولوا الثورة، وهذيك الشيء هذاك البلاد طورت وطلعت وازدهرت، ولات كيفاش يقولوا تيكسبورتي، تخرج السلعه، تبني حاجه في عدد، تخلق حوايج وتبعتهم، تبيعهم للخارج. لو كان البلاد تسمى ولات حاجه، قال ماتوا في سبيل الله، ماتوا باش الجزائر تولي هكذا، الجزائر تولي بلاد، واللي كان محقور اليوم مش محقور، اللي ما والحقار اللي ما اكزيستيش، واللي يحقر يروح للشرع والشرع يحكم عليه بلا معرفه، ما كان لا معرفه لا سيدي سكري، كان والو، كان نقول لا غالب سيتي لو بري ابي توت ريفوليسيون، كل ثورة لازم لها شهداء تاعها. بصح كي يكون ريزولتا، كي يكون حنا ما كان والو، ماتوا مساكن، جاو عوام قتلوا العباد هكذاك على بطل في بطل، وكي ولا كيف زعما شغل الفرات ولينا تمتم، هرب من الباب طاح في، قالت هرب من الحبس طاح في بابه، رانا فيها، هرب من الحبس طاح في بابه، كيما كانت افون كيما ولات. تسمى دوك 10 سنين داروهم غير باش يقتلوا الناس وخلاص، هذا ما كان، سيتو هذا ما كان. الناس باطل، لا يردهم هذوك اللي داروا هذاك الشيء، ولا جهنم خالدين. لا هذه لازم نزعف فيها، هذه صراحه فيريتي. انا كنت فكر هذوك وأمة اللي ماشي مبنية على الاتحاد بين أفراد المجتمع، عندما من ما نولفوش ولادنا يقراو
ويتساءلوا ويطرحوا أسئلة وتجيهم الجواب الصحيح، ماشي الجواب هذاك المدغول اللي جابوه من أصحاب الوهابية. باسكو الوهابية سي اون سيكت، سي با لا ريليجيون مسلمان، سي با ماشي دين الإسلام، سي اون سيكت فيئة في الضلال، يضلوا الناس. دين الإسلام ماشي سي با انسكت، ماشي فيئة، ماشي فيئة. الإسلام والسنة كانت اكزيستي قبل الوهابية. الوهابية سي الضربة تاع سي محمد بن عبد الوهاب، هو اللي بدا يخلط في التاريخ تاع ابن تيمية، ومن بعد حكاية واحدة أخرى نديرو لها قصة. الإسلام، وقت الرسول عليه الصلاة والسلام هكذاك، الإسلام ما يضر حتى واحد، ما ضرو ما يضرش. البروبليم سي كو شوفوا الصرا، في، ما تنساوش يا عباد الله، شوفوا الصرا في ليبيا، شوفوا الصرا في العراق، شوفوا الصرا في، واش صاير في سوريا، شوفوا تونس قريب اللي فراجيليزي، تسمى راهي على كيمياء باش تزيد تروح فيها. شوفوا كل ما جبت كيف كيف راهي فوق بركان سير ان فولكون. وتحبوا حنا نحبوا دركا باش الجزائر تولي هكذا؟ نو، بالتفكير بركا، نو لا لا، وليش هذا الجزائر؟ الجزائر خرجت من هذوك لي زاني نوار، خرجت منهم. بس قلت لكم ما كاش بلاد تقدر تخرج كيما سي با نيمبورت كيل بي، ماشي نيمبورت كيل بلاد كان قادر يخرج من هذيك المصيبه الكحله هذيك تاع دي سنين ورا. هذيك الجزائر خرجت منها، بصح هاد المره كنت عاود الجزائر تدخل في نفس الشيء، في نفس التمسخير هذا، وفي نفس هاد الوهابيه، وفي نفس هادو اللي يحبوا يعني اللي حرفوا الاسلام باش مؤمن يقتل خوه مؤمن. هذه ربي ما يحبها، ولا الرسول ديالو، ولا كل الاديان. حال واحد مات بطل تقول له في دين دي الاسلام، ماشي دين الاسلام، كذب، سي فو، سي فو، كذب عليك اللي قالك عليه. الاسلام ما تحاربوش ما يحاربكش، الوهابيه اللي تحارب اجل المصلحه الماديه، المصلحه الماديه. بلاكو يغركم يا ناس، بلاكو يغركم على بلادكم. صح الجزائر فيها بزاف مشاكل، صح ديما واحد ما جاي معاكم، كما قلت لكم مره انا نحب الجزائر، مانيش حاب واش صاير فيها، وعلى هذيك اللي نهضر. بلاكو يهفوكم بهذيك الحكايه تاع الديمقراطيه، ما الديمقراطيه الديمقراطيه ما تعلمش من اليوم لغدوه، قال يا غدوه نديروا الديمقراطيه، بالك اللي يقول لك هكذا ويفيك راح يديك اللهلات. شوف واش صار، شوفوا برك واش صاير في ليبيا، قال لك نحيو الديكتاتور ونديروا الديمقراطيه. وراح قول اليوم واحد اللي من ليبيا، قول له لا وعايش شاف واش صاير في ليبيا، سقسيه شاوره يقول لك، قول له اسكو تحب درك واش راك عايش درك، ولا كيما كنت عايش مع القدافي ولو كان القدافي ديكتاتور. شوف واش يقول لك، الجواب باين. روح كاش عراقي قول له، قول له عايش في العراق واش صاير لهيكا، قول له اسكو واش راك عايش اليوم، اسكو تخير بيناتهم كيما اليوم ولا كيما كنت كي نهار كان صدام حسين ولو كان ديكتاتور. الجواب باين، حكم سوري كيف كيف، اطرح عليه السؤال شوف واش يقول لك، اطرح عليه السؤال شوف واش يقول لك. واش جاب لنا هذا البرنتون العرب هذا؟ واش جاب، واش جاب، واش جاب للامه العربيه؟ واش جاب لهم، واش جاب لهم؟ ها
برانتو عرب كاين برانتو وراه هذا الربيع هذا ربيع نورمال الدواء تنور وراه هذا الربيع هذا شي ربيع هذا هذا الشتاء هذا فصل الشتاء هذا فصل الشتاء هذا وما فهموش العرب ما خداوش العبرة على صدام حسين نحاوه قتلوه وشرى من بعد في العراق والعالم العربي ما حكمش على العبرة عاود دير لا ميم فوت لا ميم ايرور سي لي ميم بيرسون لي ميم بيرسون اللي داروا هذاك المانيج هذوك نفس العباد الصهاينة والامريكيين والوهابيين والسعوديين هما اللي راهم دايرين توسا ما فهموش نهار طردقوا صدام حسين طردقوا العراق واش صرا فيها بورتون كانت عندك كنا نشوفوا كان مازال ما كاينش برانتون عربي لا فالي بلس 10 ولا 10 سنين من بعد شخصين من بعد عاودوا لما ميرر توجور لي ميم امريكان طبعهم الديمقراطيه وما يجيش الديمقراطيه انت كيف انت مولف تلعب واش بالمطرق حبيت انت من اليوم لغدوه تلعب بالسيف سي با بوا سي با باغي خويا ديمقراطيه وديكتاتوريه ماشي باش جوج من ديكتاتوريه الديمقراطيه ماشي قال هاي نعبز على قفله غدوه ندير ديمقراطيه مي كيفاش الناس طاحت في هذا الفخ كيفاش ولينا احنا العرب ولينا ما نفهموش لهذا الشيء ولينا ما نفهموش لهذا الشيء هذا كان عندنا ليكزومبل كان عندنا ليكزومبل تاع صدام حسين وشنو صرا البلاد من بعد عاودوا داروا لا ميم شوز تونس قريب راحت ايجيبت قريب راحت مصر ليبيا راحت العراق راح سوريا نص راح منها ويدرى واش راح تصرا كيفاش غدوه تونس واش راهي تونس راهي على شحرة كيف مصر كيف راهي تاني راهي فوق بولكون راهي فوق بركان يسي في برك انت تتنسل على قرد زلاميت ولا بريكي طقطق واليوم حبوا يقول لك الجزائر حبوا تلعب ليش بالجزائر خويا انا لا 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 اه مسيو الديمقراطيه بالك يهفوكم يقول لك من الجور من الغدوه ندير لكم الديمقراطيه اللي يقول لك هذا كذاب كذاب باسكو الديمقراطيه تتعلم يا اخي طلب اعوام واعوام باش ديرون بلاص وباش ماشي من نهار الاول قراو خويا الكتابات راهم باينين اقراو اقراو يا خويا اقراو هاد البلدان الديمقراطيه ماشي من نهار الاول طاك طاك ماشي قال غدوه نعبزوا على قفله قال هيا غدوه نديروا الديمقراطيه هاي واش نديروا فيها غدوه نديروا فيها شغل نديروا فيها قهوه لا 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 مسيو ام مكتوب هنا اخويا اللي ما حبش يقرا سيك ما طب قرا قرا ودو كاين جوجل طابيو جوجل وقرا الديمقراطيه شوف زالي فوا شوف شوفوا الديمقراطيه ماشي في نهار ماشي زوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه ماشي 10 سنين 15 20 30 سنه اخو تبنى تخدم اخو تخدم وكما قلت لكم الحجره الاولى هذه هي نتعلموا نتحابوا بيناتنا هذه الاول يعني الشرط الاول المجتمع لازم يتعلم يتحب افراد المجتمع يتحب هذه النقطه هذه كما يقول الكونديسيون سينيكوانون لو ما كاش المحبه بين افراد المجتمع ما دير والو اشري ولا وغدوه ما كاش البترول كيفاش نديرو هذيك نقدو ما كاش بترول حنا خلاص حنا كما نقول لك ترى راهو قريب يلحق لا دونيير كار قريب يلحق لا كار الاخرانيه ولاد ولادنا ولاد 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 بلادنا وكيف يديروا غدوه يخلص البترول كيفاش كيف يديروا اسكو يعني الناس تخمم تبني هكذا الناس تبني اخو نتخمم من درك لهذا الشيء هذا الاجيال الجايه ماشي اليوم حنا خلاص الجيل تاعنا هنا والجيل اللي جاي داك خلاص نقول لكم من درك انا ماشي باش نقول الانسان ماشي متفائل لا متفائل لكن موضوعي مقعد موضوعي جو غاست اوبجيكتيف جو فوا لي شوز نشوف على راني نشوف بالك يهفوكم بالديمقراطيه اخويا واحد اللي يلعب بالمطرق واللي يلعب بالسيف ماشي كيف كيف هذا هو الشرف في ليبيا وفي العراق وفي جابونا داعش وجابونا واش خرجونا هذا ما كان جابونا داعش والقاعده دوك راهم كونكورونس شكون يدير اكثر تروريزم على الاخر
هذه حكايه ثاني نحكي لكم كيفاش نعرف اون فوا في اطار يعني دراسه. فوالا ردوا بالكم، واحد يلعب بالمطرق يقعد يلعب بالمطرق تاعو باسكو يميتريزيه، باسكو يعرف كيفاش يلعب بالمطرق، ولا حب يتعلم السيف لازم يتعلم قواعد اللعبه تاع السيف. من بعد داك السيد كي تعلم القواعد تاعو، كي تعلم القواعد تاعو تبي تعرفهم، بعد خلاص بديت تجوز من المطرق، بديت تجوز للسيف باسكو بديت تعرف، باسكو على بالك واحد ضربه بمطرق صح توجعو دير له كيما نقولوا حنا قلبوزه، دير له ضر شويه بعد خلاص. بصح اخويا ضربت واحد بسيف تجرحو ولا تقتلو، هادي معنى ايماج تسمى صوره. مالا اخي قبل ما نلعبو بالسيف يسمى الديمقراطيه هذيك، باسكو الديمقراطيه كيما السيف، باش نتعلموا هذاك السيف هذاك، باش كي نتعلموا القواعد تاعو لازم نتعلموا القواعد تاعو، كي نتعلموهم نعرفوا كيفاش نوجهوه، ما نجرحوش شعبي، ما نجرحوش ندافعوا به، هذاك ندافعوا به على الشعب هذاك السيف، باسكو نعرفوا هذاك السيف كي يقول لك نعرفوا تما كيفاش نلعبوا به، كيفاش نخدموا به، وكيفاش نحاربوا به. لازمك تعلم القواعد، وباش تعلم القواعد لازم اعوام واعوام، لازم بزاف حوايج بزاف حوايج، لكن الانسان يتفائل يتفائل ان شاء الله ان شاء الله، وعلاش لا لا دركا مع الانترنت مع لي ريزو سوسيو، دوك الناس ما كاش ما يكذبوش علينا اليوم خلاص سي فيني، هذيك بك هذيك انا يغطيو السمك بالغربال. على كل حال مي كنا هكذاك ومارقين شويه، دوك اليوم تسمى مع الانترنت واش راح يكذب لي يكذب تسمى يباس تسمى يطيح بروحه وحده. دونك اليوم فوالا عندنا الوسائل، عندنا الوسائل باش نتهضروا، الناس الشعب يتهضر بيناتهم، وهذاك كي هذا هذا يفكر هذا تبدا هكذا. وما تنساوش لا باز هي الحب ما بين افراد مجتمع، لما ما كاش الحب بيناتهم ما يقدروش يضربوا، ما يقدروش يتحدوا، ما يقدروا يديروا والو، هذاك يبني والاخر يهدم، الاخر يهدم الاخر يحب يبني وهي رايحه هكذا طلع وحبط، تقعد تكون ابل تقعد دور غير تما برك. هذه هي. او تاني كاين حاجه واحده، انا الالجيري ما كاش واحد يجي يقول لي نقسموها والفيدراليه ولا سيسيون تقسم البلاد بالك يا جماعه، بالك يا ناس، بالك يا ناس، بالك يا ناس التمرات، بالك فكم هذه تاع نقسموا البلاد. صرا واش يصرا فيها اخي، ما يمسح البلاد ما تقسمش، خاطش غدوه تقسموها ثم يحب يقول تعطيو الحق العديان تاع الجزائر، بالك يدخل لكم حكايه التقسيم هذا. انا شفنا انا نقول لكم ونعاود نوعيكم ونقول لكم شوفوا واش راه صاير في ليبيا، شوفوا واش راه صاير في سوريا على جال هذا التقسيم هذا، باسم الديمقراطية وباسم الإسلام وباسم كدا، مكاش منها أخو. الجزائر تقعد وحدة، أون إي أنديفيزيبل، أون إي أنديفيزيبل، فوالا. سمحوا لي باسكو أنا كي نهضر على الجزائر خلاص أنا نولي حاجة، ديزولي ديزولي جو مسيو ليسي أمبوختي لا، مي لا غالب جو بو با جو بو با فيغ ليبوكري، فوالا. ألجيري أون إي أنديفيزيبل. ونجيكم في هذا الموضوع بطريقه واحد اخرى ان شاء الله، وانا كنت حاب غير نتصل معكم وسمحوا لي راني نسيت روحي نحبس درك باسكو راني شويه شويه شويه. انا الجزائر سي ما مير باتري، حبه من حبه كاره من كاره. انا غدوه يقول نقسموا الجزائر نرفد السلاح نعاود نجي ودرت العسكر ونسلك راسي. ما تنساوش يا جماعه كي تهضروا في انترنت ما تنساوش يا جماعة، عرفوا واش تقولوا، عرفوا واش تقولوا، ما تنساوش باللي اليوم بالبورتابل وكدا راك تهدني تهضروا مع عسكري عنده، ما تنساوش باللي في يدو منا كلاش وفي يدو منا بورتابل، فهموني واش حبيت نقول، ردوا بالكم بلادكم كيما يماكم، تحب الشر يماك، لا لا مالا كيف كيف تقسم يماك انت غدوة على زوج، تقسم يماك نتا على زوج ما تقسمهاش خلاص، فهمنا كملنا. استغفر الله العظيم يا جماعه، فوالا قلكم سمحوا لي راني لا جي بيردي ان بو لي بيدال،
السلام عليكم. قال خير. أزول. وتحية الجزائر وتحية الشهادة تاع الجزائر. قال خير خوتي. قال خير خواتاتي. تنرت.